مساء الخير، الزول في اللون. قال الشاعر العراقي إبراهيم خطاب الزبيدي، بعد تحت كتبنا من كتاب ثورة الجزائرية في الشعر العراقي عثمان سعدي. هذا شاعر عراقي يهضر على الجزائر، يعني عنده نزعة قومية، يعني التزام قضية الجزائرية، وكنا مقترحين باللي راح يجي الالتزام هي المنفعة وجا الالتزام. الحمد لله ما عند التلاميذ أغلبية كانوا يتبعوا الصفحة كانوا واجدين. قال: يا أيها الشعب الأبي تحية. الإباء من إباءة الظلم، يأبى الظلم، يأبى الحجرة، يأبى الاستسلام والخضوع والخنوع، شعب أبي. يحييه هذا الشاعر العراقي إبراهيم خطاب الزبيدي، يحيي الشعب الجزائري الأبي. أنت الحسام الصارم البتار. الحسام والصارم والبتار هي مرادفات ثلاثة أسماء السيف. لاحظتوا بلي استعمل كلمات تاع الجاهليه، عبيكم بلي في الجاهليه كان السيف عنده 100 اسم، والسبع عنده 100 اسم. هو جاب لنا ثلاثه اسماء من اسماء السيف، يعني هو واش قال؟ انت سيف. وهذه ظاهره سلبيه، الترادف ما عنده حتى قيمه. كان ينبغي عليه ان يخير كلمه واحده بين ثلاث كلمات عندها نفس المعنى. ايها الشعب الابي، هذه القصيده في الحقيقه ركيكه، معناتها ما راهيش شابه بزاف. كان جيت تقيمها من ناحية الجمالية هي قصيدة فيها تشبه القصائد عصر ضعف والانحطاط في ضعف قيمتها العلمية والأدبية. يا أيها الشعب الأبي تحية، أنت الحسام الصارم البتار، يعني أنت كي السيف، أنت سيف، هذا تشبه بالغ. فيك الخلود وأنت أنت رجاؤنا. هنا كرر أنت، ما نقدرش نقوله أسلوب راكيك ولا زعمة باش يأكد، سينو لا حاجة للتوكيد. أنت هنا فيك الخلود، الخلود هي الديمومة، خالد في التاريخ وليس خلود حقيقي. أنت رجاؤنا، رجاء العرب جميعا. يا أيها المقدام والمغوار، المقدام والمغوار هو الشجاع البطل المغوار. هذه فكرتني في واحد الميكي كنا نشوفوه، البطل المغوار، وغنسيت لي تفكروا يقوله لي تفكروا شنو هو، عنده كابريسة من عندي. يا من أبى خسف الطغاة بثورة. أبى رفض الظلم تاع الاستعمار الفرنسي والحقرة اللي صارت، ورفضه عبر عنه بثورة التحرير المجيدة. وصفها هو أن هذه الثورة فياضة برد الظنا إعصار. شو وش قال تحتها؟ الظنا الظلم والعدوان، الردى، وقيل قالها الردى هو الموت. ثورة شبهها كأنها إعصار، كأنها الموت قادم على قدميه. يا فرنسا جاتكم أو جاكم الإعصار أو جاكم الموت أو جاكم السيف. سر في الأمر، نمط إعازي، شكون لي سير؟ أيها الشعب، فالعروبة في ركابك واستعر. هو ما يقصدش العروبة، يقصد العرب. قال كمشي والعرب العرب وراك. هذا ظاهر أنه داروا هي في بداية الثورة، يا أثناء الثورة، بس كعلاش راهو يقولوا سر؟ وكأن هذه القصيدة كتبت زمن الثورة. سير في العروبة في ركابك، في ركابك تعبير قديم من البيئة القديمة. الركاب هي زعما الباجاج ديالك كما احنا نقولوا دوكا في لغتنا المعاصرة. إنسان كيجي مسافر في ركابه، يعني في رحاله، ما كيشغل احنا رانا ورانا رانا موراك. سير في العروبة في ركابك واستعر، فالصلب لا تثنيه إلا النار. استعر، اشتعل، النار المستعرة يقولوا اشعل، يعني هو هنا صراحة يدعوه إلى الثورة، شعر سياسي تحرري يدعو إلى الثورة. فالصلب لا تثنيه إلا النار، هذا المستعمر لا تثنيه، يعني ما ترجعوش للوراء إلا النار، يعني ما تصلحش معه السياسة والبوليتيك، تصلح معاه النار.
باسكو لا بوليتيك داروها في الحركه الوطنيه، هي حركه سياسيه 20 سنه 30 سنه في السياسه. في 845 فهموا لي الجزائريين باللي السياسه ما تنفعش، لازم الثوره، النار هنا، النار رمز الى الثوره. سر ايها الشعب، ثانيا اكرر ايها الشعب، وهذا شيء سلبي، كثره التكرار بلا معنى. سر ايها الشعب العظيم، وصفه انه عظيم، فاننا جئنا اليك وقلبنا فوار. جئنا اليك، اظن انه جاء بشعوره بقلبه، ما جاش صح، ما جاش للشعب الجزائري، بقى في العراق، ولكن جاء بالشعور تاعو بقلبه. قلبنا فوار، كيما حنا نقولوا بالدرجه تاعنا الجزائريه، قلبنا يغلي فوار، يعني يغلي ماذا؟ فوار حقدا وعلى فرنسا. سننال صرحك يا فرنسا، اننا صرحك، سننال صرحك، هذا تعبير ثاني تاع بكري تاع البيئه القديمه. الصرح شنو هو؟ هو بكري في الحروب، وقتاش نقولوا جيش غلب جيش، كي يقدر يدخل للصرح. الصرح هو هذيك كيما ما بيش يسموها حصن، يسموه حصن، كي تقدر تدخل للقلعة والحصن خلاص، معناتها هذوك الاخرين خسروا. سننال صرحك، الصرح هي القلعة، هذا تعبير على اننا نغلبوك، باسكو فرنسا ما عندهاش صرح، فرنسا راهي في دارك مكسله رجليها. سننال صرحك يا فرنسا، يعني احنا نغلبوك، اننا لا نستكين، ما نستسلموش، الاستكانة هي الاستسلام، ومجدنا ينهار، ما نقدروش نسكتو وتاريخ ديالنا ورايح، لا نستكين ومجدنا ينهار، يعني حالة ما المجد ينهار، لا نستكين والتاريخ ديالنا يضيع. سترين شأنك، دوك تشوفي وش يصرى لك، سترى شأنك أو سترين شأنك، هو توعد يعني بالمستقبل. والقيود ثقيلة في ساعديك، كيف هنايا ممد استعارة قديمة، هي الإنسان كي كان يخسر ويحكموه أسير، وش يديروا له في يده؟ يكبلوه بالقيود هذه، يعني راح تخلص عليك أسيرة بين يدينا. فحتفك الأبرار، حتفك، الحتف هو الموت، مآلك. شكون اللي حتفك الأبرار؟ شكون هم الأبرار؟ هم المجاهدين، يعني شكون اللي راح يقتلك، شكون اللي راح يسجنك، شكون اللي راح يقضي عليك؟ الأبرار، ويقصد بها حتما المجاهدين. إيه فرنسا، إيه عبارة تأوه وألم، أي أتألم أتوجع، هو اسم فعل. فرنسا يا رذيلة، إننا، آه يا فرنسا، يا رذيلة، إننا، سماها رذيلة خطيئة. إننا في ساحنا لا يربح الغدار، قال في ساحتنا حنايا الغدار مستحيل يربح ولو بعد حين. سترين غيدك للكومات خوادبا، ورجالهن بنارنا قد خاروا. الكومات هما أظن بلي الشجعان، نعم هما الشجعان والأبطال، ها الشجعان المجاهدين يقصد، وراوش من البيت 9. قال سيصيب فرنسا من كوماتنا وشجعاننا ما سيصيبها، ورجالهن يعني رجال فرنسا بنارنا قد خاروا، يعني بنار ثورتنا، بنار مجاهدينا، قد خاروا. الخور هي الاستسلام والرجوع إلى الوراء. هذا جزاء الغادرين، فإنهم ختلوا الحقوق، ختلوا، غدروا وخانوا، فكبلت أقطاره. هذا جزاء الغادرين، يعني جزاؤهم أنهم يستسلموا، يخسروا، ينهزموا، يكبلوا، يسقط، وش قال هو صرحها، هذا كله هو جزاء الغادرين، لأنهم أخذوا الحقوق، ظلموا، أخذوا أرض غيرهم. شعب الجزائر لا يلين بكيدهم،
ما يستسلمش. تقدر تقول هذه مبادئ وقيم ثورة جزائرية باش تميز الشعب الجزائري أنه لا يلين، سيظل في ساحة الوغى. ساحة الوغى هي ساحة المعركة، إيثارها قيمة أخرى هي الإيثار، يضحي بنفسه، يبقى يضحي بنفسه على جل القضية تاعه العادلة حتى ينال حقوقه، هذا الإصرار حتى ينال حقوقه وعرينه كي يستكين من اللظى الأحرار. ما الأحرار لا يستكين ولا يستسلم ولا يهدأ حتى ينال حقوقه وعرينه. العرين هو المأوى تاع الأسد، ويقصد هنايا بالعرين يقصد البلاد ديالو، الأرض ديالو. لاحظت باللي استعمل بزاف بالبيئة العربية القديمة والألفاظ القديمة بلا فايدة، بلا ما أدى معنى جميل هكذا، ماشي كما أصحاب مدرسة الصنعة اللفظية كانوا أقوى من هذا. أحمد شوقي والبارودي صح كانوا يستعملوها كالبيئة القديمة، بصح كانوا يؤدوا معاني جليلة، ولكن هذا استعمل هذه البيئة القديمة والكلمات القديمة والمعنى ربي يجيب، قاعد غير يعاود. حتى لو كان حبوا نخرجوا الأفكار نلقى يا ربي زوج ثلاثة أفكار بسيطة جدا غير مفصلة غير مدققة، كاين وصف واحد ولا زوج قاعد يتكرر باللي الشعب الجزائري لا، فرنسا ظالمة أخذت أرض غيرها، إذن الشعب الجزائري هو صاحب حق وهو باسل مغوار وهو سيدير سيقوم بثورة. وهذا وش فيها النص هذا؟ راح نشوفوا الأسئلة. شي هذا؟ بما استهل الشاعر قصيدته وما دلال ذلك؟ استهل الشاعر قصيدته بنداء للشعب الجزائري وتحية له وامتداحه بمختلف الأوصاف. دوك مع بيش ولا دوك نشوفوا سؤال تاني ولا نذكروا الأوصاف ولا ما كله؟ ما الصفات؟ ها شت خلاص، مادام قلنا ما الصفات بلا ما نقولوا الأوصاف هنايا، ما دلال ذلك؟ دلالة أنه يتمتع بنزعة قومية، وأنه يهتم لقضايا أمة العربية، وأنه يعتبر قضية الجزائر قضية العرب جميعا وقضيته الخاصة رغم أنه عراقي. هذه اسمها النزعة القومية. شاعر ملتزم هذا، لأنه ملتزم، مدام ملتزم لازم يتصف بالنزعة القومية أو الوطنية. ما الصفات التي أضفاها الشاعر على مخاطبه في الأبيات الثلاثة؟ قالك في الثلاثة الأولين برك، قال شعب أبي وأنه كالسيف، وأنه خالد، وأنه رجاء العرب، باسل مغوار، يأبى. يأبى هي نفس الأبي صح، هذه لخصها تقول أنه شعب يتصف أنه أبي يأبى الظلم والاستسلام، وأنه صارم وقوي كالحسام، يعني كالسيف بطل مغوار إلى آخره. ما تستعملش برك نفس الألفاظ. على ما حث الشعب الجزائري في البيتين الرابع والخامس، حثه صراحة على الثورة. سر في العروبة في ركابك، سر أيها الشعب، وش معناه؟ واصل في الثورة تاعك، عبك بلي سر تقال لمن انطلق ديجا في السير، انطلق في السير وما حيواصل السير. لهذا قالوا سر والعرب معك، سر والشعب العربي وراءك. لهذا حثه على ماذا؟ على مواصلة السير في الثورة، وحثه على عدم تراجع النكوص إلى الوراء. من المخاطب في البيت السادس وبما توعده؟ بين أبلي فرنسا السادس، سننال وصرحك بين أو صرحها، مش قال إشارات النولة. المخاطب هو المستعمر الفرنسي. بماذا توعده؟ إننا لا نستكين مجدنا ينهار. توعده أننا لن نستسلم وفرنسا تحاول أن تقضي على تاريخنا وعلى أمجادنا. عدم الاستسلام والاستكانة، هو استوى عاده. ما الغرض الشعري الذي ينتمي علل؟ الغرض الشعري هو شعر سياسي تحرري. لماذا؟ لأن الموضوع سياسي ويتعلق بثورة التحرير، والشعر يدعو فيه الشعب الجزائري صراحة إلى القيام بوجه المستعمر وإلى التحرر واسترجاع الأرض والكرامة.
انظر الابيات من 6 الى 9. وجا السؤال هذا تاع انظر مع انه اصعب من السؤال هذاك تاع لخص. تما كان جا لخص يجينا ساهل اكثر. قلنا من 6 ل 9 هذا هات لنا اربع ابيات هذو كاع. وشنو هو النطر؟ هو ترجمه من هذه العربيه الشعريه الى عربيه نطريه. يعني عاود ترجم كلمه بكلمه، برك دير كلمات سهله ونحي نحي الصعوبات. احنا نعطيكم مثال في البيت الاولاني. قال سننال صرحك. واش قصد هو بصرحك؟ هو صرحك في العربيه هو القلعه. ما نقولش انا سننال قلعتك يا فرنسا، اننا لا نستسلم وتاريخنا وقيمنا تنهار. لا، نقول سنهزمك يا فرنسا. هو كي قال سننال صرحك واش قصد؟ قصد سنهزمك. نحي لي هذه سننال صرحك ودير لي سنهزمك يا فرنسا. فنحن شعب لا يسكت عن حقه ولا يتوانى وتاريخه ينهار ويندثر وجوده مهدد ومستقبل أبنائه مهدد. عبر اشرح. هي ترجمة من العربية إلى العربية، من عربية صعبة إلى عربية سهلة. خلاص البناء الفكري. البناء اللغوي، سمي الحقل الدلالي الألفاظ الآتية. الأحرار شكون؟ مجاهدين. الثائرون شكون؟ مجاهدين. المقدام شكون؟ مجاهدين. المغوار مجاهدين. تقدر تقول يا المجاهدين يا الشعب الجزائري ككل، باسكو الأحرار جيع الجزائريين كاع، والثائرون و الحقل الدلالي هو شعب جزائري ولا المجاهدين الجزائريين. عين المسند والمسند إليه في قول الشاعر القيود ثقيلة، مبتدأ خبر مسند إليه مسند. صح. أعرب ما يأتي إعراب مفردات وإعراب جمل. إعراب مفردات الضنا والشعب، وإعراب جمل أبا ذكر نحوس عليهم. أيها الشعب، كاين بعض الأساتذة أيو يعتبروا منادى، والهاء للتنبيه وهذا بدل من منادى. الضنا راهو فيه إعراب لفظي، عفوا تقديري. هنا كاين تعذر، الضنا كاين ألف، هنا راهو مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. صح. والجملة يا من اسم موصول، إذن هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهذه شعب الجزائري. شكون الذي يلين شعب؟ شعب مبتدأ، إذن هذه خبر تاع المبتدأ. جملة فعلية في محل رفع خبر تاع شعب. ما نوع الصورتين البيانيتين الآتيتين؟ اشرحهما ووضح سر بلاغتهما. قال لك جبد لي صورة واشرح وسر البلاغة. تروازون شامبوان. مجدنا ينهار. المجد في الحقيقة لا ينهار. شكون اللي ينهار؟ هو شيء اللي البناية هي اللي تنهار. دونك مثلا نقولوا مجدنا ينهار كالبناية، ولهذا ما دام المجد لا ينهار إذن هي استعارة مكنية. العروبة في ركابك. على بالي بلي أكثر أساتذة يعتبروها كناية عن صفة التأييد. العرب فراهم معاكم في ركابكم، كناية عن صفة التأييد. قطع البيت الرابع تقطيعا عروضيا وسمي بحره. قطع التقويم النقدي. إن الثورة الجزائرية ثورة عملاقة، سهرت الإنسان الجزائري، فانبرى ينافح عن وطنه ويضحي لاسترجاع سيادته، وانبعثت في الأمة حياة تتغذى من القيم الإنسانية السابية التي حملت لواءها الثورة الجزائرية. دائما الثورة الجزائرية خاصة في آخر النص كان يهضر على القيم اللي جاءت بها الثورة الجزائرية، كانت مثال يحتذى. تناول أهم القيم التي قامت عليها الثورة الجزائرية. هنا يا لحد الآن وسؤال تحفظ، مشي لازم يكونوا في النص. هو ذكر في النص بلي كان شعب مصر أبي إلى آخره. وما تجاوب الشعر العربي معها، أذكر أهم الشعراء الذين تغنوا بأمجادها. أذكر بعض قيم مبادئ الثورة الجزائرية، كانت مثال للصمود والتحدي والجهاد والتمسك بالحرية والتضحية من أجلها.
كانت أصبحت ثورة العرب جميعا، وكانت سببا لانتشار الشعر الحر، مدرسة التفعيلة، وهكذا. أذكر بعض هذه القيم، ثم أذكر أهم الشعراء الذين تغنوا بأمجادها. هنا من الأفضل أن تذكر الجزائريين باسك سهلين، مفدي زكريا، أبو القاسم سعد الله، أبو القاسم خمار، محمد صالح باوية، ولا من العرب كما سليمان العيسى، كما هذا تقدر ديروا هذا يا تاني تاعنا، هذا اللي طحنا في الباك، هذا اسمه الزبيدي.